بسم الله الرحمن الرحيم. كل اسبوع حضراتكم طيبين ونقابلكم دايما على خير. احنا النهارده هنتكلم على الهيليكوباكتر بايلوراي. الهيليكوباكتر احنا النهارده جايين نعمل حاجه بسيطه قوي، ان احنا جاست نفيل الجاب ما بين الجايد لاينز اللي كل شويه نقراها والبراكتس والامكانيات بتاعه تحقيق الجايد لاينز دي في البراكتس بتاعنا. فاحنا عايزين النهارده تفلفل الجاب ما بين الجايد لاينز والبراكتس. طب احنا هنقدر نفلفل الجاب دي ازاي؟ هنقفلها بايه؟ هنفلفل الجاب باننا نحضر الايجيبشن سوسايتي اوف انترنال ميديسين ميتنج اللي هو يوم 19/9 الساعه 8 اللي هو دلوقتي. زي ما حضراتكم متعودين معايا وانا متعود مع حضراتكم، اللي احنا دايما بنبتدي من البيزكس، واحنا دايما بنبتدي من الزيرو ليفل. الزيرو ليفل بتاعنا النهارده ليه معنى تاني خالص، ان اللي اول واحد اتكلم وابتدى من الزيرو ليفل اسمه بيزو زيرو. معلش يعني الراجل الطيب ده جه قال كلمتين في حياته واتكل على الله، قال لك والله يا جماعه انا اكتشفت حاجتين ما اعرفش غيرهم. اول حاجه ان الاول ديفايدنج سيل ماست هاف ا نيوكليس. طب يا سيدي الف شكر. قال لك خدوا بالكم انا اكتشفت حاجه جامده كمان قوي، ان الريد سيلز نفسها ليها نيوكليس بس بتبقى في البون مارو، لما بتخرج بتختفي السيلز. كانت حاجة عظيمة جدا في ساعتها. الحاجة الثانية اللي اكتشفها الأستاذ زيرو ده، قال لك إن الأسيد تولرانت سبايروكيت ليفز إن أ دوج ستومك. في سبايروكيتس أنا وبتتحمل الأسيد عايشة في الدوج ستومك، يا جماعة خدوا بالكم. واتكل على الله بعدها وفتح الباب لموضوع اللي إحنا بنقوله النهاردة. بعد كده كان كل كام سنة واحد من العلماء الافاضل بيطلع يقول لنا معلومه ويتكل على الله. جه قال لك والله ان في حاجه اسمها سبايروكيتس، اه بس كمان بتعيش في الاستومك بتاعه الهيومن. واحد تاني قال لك والله ده انا لو اديت التترا سايكلين للعيانين دول اليورييز اللي هو موجود وانا مش عارف موجود ليه بيختفي. تاني الكلام يروح ويجي لغايه سنه 82 من القرن الماضي. جه اتنين ناصحين شاطرين خدوا جايزه نوبل واتكلوا على الله، قال لك والله ده في حاجه اسمها اللي هو مارشال وارن او فارن، قال لك والله ده انا عندي اكتشفنا ان في حاجه اسمها الهيليكوباكتر، ان الكلام اللي اتقال طول القرن ده بيتكلموا عن حاجه واحده اسمها الهيليكوباكتر بايلوري. الهيليكوباكتر دي جرام نيجاتيف كيرفد باسيلاي. ومن ساعتها يا مؤمن مفيش ثلاثة أربعة يتجمعوا مع بعض في ميتنج على القهوة في أي حتة إلا ويتكلموا عن الهيليكوباكتر. تفتح التلفزيون تلاقي واحد طالع لك يتكلم على الهيليكوباكتر، تفتح الحنفية تلاقي طالع لك دكتور يتكلم على الهيليكوباكتر. ده يعني وطبعًا يجي لك تليفون الساعة واحدة بالليل وأنت نايم يصحيك، تلاقي واحد عيان على الناحية التانية بيعيط ويقول لك I have a precancerous disease. ليه يا عم؟ قال لك اصل انا عندي الهليكوبتر. ايه الهليكوبتر دي يا راجل؟ انت بتصحيني الساعه 2 بالليل عشان تقول لي هليكوبتر؟ يا سيدي ربنا يزيدك. قال لك لا انا قصدي الهليكوبتر اللي بتيجي في المعده دي. قصدك الهليكوباكتر؟ ايوه قصدك الهليكوباكتر. حتى في العيادات بتاعتنا، طبعا دي شكل زي ما انتم عارفين قبل كده ان دي صوره العياده بتاعتي وهي في الاخر في اخر اليوم بعد ما ابتدت تفضى. من كل 10 عيانين بيجي في عياده الجاسترونترولوجي بيبقوا 3 4 منهم قاعدين مستنيين علشان يقولوا I have a precancerous disease, I have helicobacter pylori. طبعا بعد الكلام ده كله احنا لازم نقول في النهارده نقول القول القاطع، البكتار في الهيليكو ايه؟ بكتار. تمام، القول القاطع البكتار في الهيليكو بكتار. الهيليكوباكتر دي الموست كومن كرونيك بكتيريا انفكشن وورلد وايد. هي كونستيتيوت اوف ذا هيومن مايكروبيوم، الاساس بالعدد هي الهيليكوباكتر. دي جرام نيجاتيف سبايرال شيب ليها فلاجيلي بتموف فريلي في الاستومك. اهم حاجه فيها بتروديوس يورييز، وطبعا نحط تحتها 100 خط لان هو ده محور الكلام النهارده. البطاقة الشخصية بتاعت الهيليكوباكتر بتقول ان هي بكتيريا وجرام نيجاتيف، ودي الكلام اللي احنا مش هنعرف نقراه في الاخر. هي الفاميلي هيليكوباكتري، الهيليكوباكتر ده الجينس بتاعتها. انواعها هي مش هيليكوباكتر بايلوري بس، لا في عندنا هيليكوباكتر بايلوري ده اللي في الاستومك، وفي انواع كتيرة في الانتيرو هيباتيك اليومن بيبقى فيها برضه الهيليكوباكتر بس مش بايلوري، انواع اخرى من الهيليكوباكتر اكثر عددا من كده.
طبعا الصوره دي الصوره المحوريه بتاعتنا، ده شكل الهيليكوباكتر، ليها شيء وليها فلاجيلي وهي متغطيه بممبرين. السيل وول ده بيبرودوس حاجه مهمه قوي اللي هي محوطه البكتيريا وبتحميها، اسمها يورييز، ودي كلمه السر في الهيليكوباكتر. الهيليكوباكتر اللي عايز يعرف كلمه السر بتاعتها اللي هو اليورييز، الانزيم اللي بيخرج من الهيليكوباكتر ده بيعمل ايه؟ قال لك والله ده بيحول اليوريا اللي موجوده في الاستومك لامونيا. طب الامونيا دي ايه؟ ده الكالي، بتحمي الهيليكوباكتر من الحرق بالاسيد اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت اللي بيخرج من البرايتال سيل من الاستومك. فالامونيا دي هي الحافظ الحامي للهيليكوباكتر. طيب الكلام ده لسه كتير عليه النهارده. الديستريبيوشن بتاعها بيتراوح ما بين 90% في بعض الاماكن و20 او 10% في اماكن اخرى على حسب تقدم الدول. كل ما زاد الدول تقدما كل ما قل الهيليكوباكتر. يعني في الورلد وايد عموما هي 50%، يعني نص الورلد وايد بوبيليشن عندهم هيليكوباكتر. في الديفلوبينج كانتري اب تو 80-90%. اكتر في اللو سوشيو ايكونوميك، في الهاوسنج دينستي كل ما يزيد الهاوسنج دينستي وبور سانيتيشن كل ما يزيد الهيليكوباكتر بايلوري. لما عملوا مقارنة ما بين الدول العربية للأسف لقينا برضو مصر هي من أعلى الدول، هي 87% اللي اتعمل فيهم. في بعض الدول طبعا ما عملوش الاستاتيستكس دي، لما عملوها سنة 2014 لقوا إن مصر من أعلى الدول في الهيليكوباكتر. إحنا عملنا استادي هنا على تلامذة المدارس في سنة 2007، لقوا إن 72% من طلبة المدارس الحكومية اللي هم أراوند 11 سنة عندهم هيليكوباكتر. في مصر لقوا ان كل ما بيزيد بالعمر كل ما بيزيد الانسيدنس بتاع الهيليكوباكتر، وده الاستادي اللي اتعملت اب تو 70% من اللي عندهم من 6 ل 15 سنه عندهم هيليكوباكتر. الروت اوف ترانسميشن مهم جدا، زي ما انتم عارفين هي فيكو اورال او جاسترو اورال او اورو اورال، ولكن اللي بيتعامل مع الفوميتاس زي الدكاتره والتمريض والعمال في المستشفيات والامهات اللي بتتعامل مع الاطفال، هو الفوميتس بيعلي احتمالية الترانسميشن 100 فولد. وده طبيعي عقلاني لان هي موجودة اكتر في الاستومك. الكونتامينيتد ووتر او الايتروجينيك في الادوات اللي بتستخدم في المناظير او عدم تعقيم المناظير تعقيم جيد ممكن ينقل الهيليكوباكتر. طبعا الباثوجينيسيس بتعتمد على ان البكتيريا بتكولونايز في الاستومك، الفيريولنس فاكتور بتاعها، الهوست اللي هو الاستومك بتريسبونس باي انفلاميشن، والانفلاميشن يبتدي يعمل المشكله اللي هنتكلم عليها. كل فيلم يا جماعه اللي بيحضر منكم افلام في ماستر سين لكل فيلم. يعني ايه ماستر سين؟ هو اللقطه الرئيسيه او المشهد الاساسي اللي بيحمل المعنى بتاع الفيلم ده. يعني مثلا باب الحديد الماستر سين بتاعه كان اللي هي دي، ايوه برافو عليك، اللي هو اجوزك هنومه يا نوي، بالظبط كده. احنا عندنا الماستر سين بتاعنا النهارده في الهيليكوباكتر بايلوراي فيلم النهارده الصوره اللي جايه دي. احنا عندنا الهيليكوباكتر دي نحفظها مع بعض لان دي اللي هنفهم منها كل موضوع الهيليكوباكتر من سلايد ليه لاخر سلايد. قال لك الهيليكوباكتر بتكولونايز، بتتحرك بالفلاجيلا لغايه ما سيتلد في الول، تبتدي تفرز اكزوتوكسين اللي هم بيدلعوه بيسموه فاك اي. الاكزوتوكسين ده بيعمل جاستريك ميكوزال انجري، بتسكريت انذر انزيم اللي هو ميوسينيز بروتييز ولايبيز برضه تعمل جاستريك انجري، وتعمل حاجه خطيره جدا اللي هي تدي حقنه للسيلز للهوست سيلز اوف ذا ستومك، تدخل فيها ابره، الابره دي اللي هي البايلاي لايك ستراكشر، بتنجكت فيها حاجه اسمها افكتور ليها اسم دلع كاج اي. فاحنا عندنا دلوقتي فاك اي وكاج اي. كاج اي دي بتعمل حاجه خطيره جدا، دي بتاثر وبتعمل ريموديلنج للاكتين. الاكتين ده اللي هو مهتم او وظيفته السيل جروث وديفيجن، وبتنهبت الابوبتوزيس. الله الله الله، ده بيفكرك بحاجه، بيفكرك اللي احنا كان زمان لما بيقولوا لنا الهيليكوباكتر دي كارسينوجينيك. طب ما يمكن هو ده، في الغالب هو ده اللي هو بيأثر على الأكتين والأبوبتوزيس فبتبقى كارسينوجينيك. يبقى دي سبب الكارسينوجينيك إفكت بتاع الهيليكوباكتر. على الأوتر ممبرين في لايبوبوليساكرايد وبروتينز، دي
وظيفتها الادهيجن للسيل، هي بتلزق غلاسه بتلزق في السيل. الحاجه الثانيه اللي احنا اتفقنا ان هي محور الهيليكوباكتر اللي هو اليوريز. اليوريز زي ما بقولنا بنحول اليوريا الامونيا، ده بينوترلايز الجاستريك اسيد وتعمل ميكوزال انجري. بس في حاجه غريبه قوي هنا، فكروا معايا كده، هو الاستومك اسيد فاسيدك، والهيليكوباكتر ضد الاسيد ما بتحبش الاسيد فبتفرز له اليورياز اللي هو بيحول الامونيا اليوريا الامونيا. الله، طب ما هم العلاج انا بدي بي بي اي، طب ما انا كده بساعد الهيليكوباكتر يا جماعه ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ بساعد الهيليكوباكتر ولا لا؟ انا لما بدي بي بي اي بروتون بامب انهبيتور بتقلل الاسيد فبتخلي الميديا احسن للهيليكوباكتر. الله، امال ازاي بيقولوا لنا ده في العلاج؟ هنشوف مع بعض الكلام ده بعد كام سلايد. يبقى في مشكله دلوقتي لازم نحلها، ان الهيليكوباكتر ما بتحبش الاسيد وانا بديها بي بي اي ما بيقلل الاسيد، فانا كده بساعد الهيليكوباكتر. هنشوف الكلام ده بيحصل ازاي. طب النورمال ميوكوزا اتعرضت للهيليكوباكتر، ده سيكونس اوف ايفنتس اللي بيحصل. بيحصل كرونيك اكتيف جاسترايتس بالدايت والاميون ريسبونس، جاستريك اتروفي، ميتابليزيا، ديسبليزيا اللي بتؤدي في الاخر الى جاستريك كانسر. قال لك طب ما يمكن الدور بتاع الهيليكوباكتر دي في ساعات بتعمل وساعات ما تعملش. قال لك ما يمكن بتعمل لما بيبقى في عندها حاجه اسمها فيريولنس فاكتور بنسبه كبيره، يعني اللي هو الكاج اي والفاك اي اللي احنا قلناه. فعملوا ستادي على الايفكت بتاع الفيريولنس فاكتور ده، هل هو حاجه اساسيه؟ قال لك السبيسيفيك فيريولنس فاكتور كان ليد تو مور سيفير اوت كام، يعني لو ما فيش البكتيريا دي عندها فيريولنس فاكتور ما تعملش مشكله، طب ولو عندها دي اللي تعمل مشكله. قال لك حلو جدا، طب ما كده سهله خالص، انا اشوف البكتيريا اللي عندها فيريولنس فاكتور، المريض اللي عنده بكتيريا عندها فيريولنس فاكتور وده اللي عالجه، والباقيين ما عالجهمش. ده فكره معقوله. قال لك بس انا ما بمشيش بالفكر كده، انا لازم اعمل ستادي واحط على الستاديز دي جايد لاينز واسال هي الجايد لاينز بتقول ايه؟ قال لك والله الجايد لاينز بعد ما عملنا الاستادي على الفيريولنس فاكتور، قال لك ديتكشن اوف هيليكوباكتر باثوجينيك فاكتور اللي هو فيريولنس فاكتور از نوت هيلبفول ان مانجمنت اوف هيليكوباكتر انفكشن. لقوا ان انا كوني ان انا اقيس الفيريولنس فاكتور مش معنى كده ان انا حميت العيان من الافكت بتاع الهيليكوباكتر، لقوا ان الفيريولنس فاكتور ساعات ما بيبقاش موجود بكميه كبيره والعيان يتاثر. فابتدوا يرجعوا تاني ويقول لك لا، يبقى قياس الفيريولنس فاكتور ملهوش القيمه اللي كنا متخيلينها. طب هو الهيليكوباكتر دي بتعمل ايه؟ زي ما الدكتور علي قال لنا وهو ابتدى وبعت لي المايك من ساعتها، اللي هي كلمه جاسترايتس، هي تقريبا وجود الهيليكوباكتر باي ديفولت بتعمل سام سورت اوف جاسترايتس، كتر او قل بس هو موجود. يبقى 100% من العيانين عندهم هيليكوباكتر عندهم سام سورت اوف جاسترايتس. بعد كده الاقل اللي هو الجاستروك اتروفي، ده مرحله متقدمه من الجاسترايتس، تقلب بجاستريك كانسرس في نسبه قليله بس 1% في 87% من الجنرال بوبيليشن، ده كتير قوي. هنقول الكلام ده. بيبتيك ألسر، ديودينال ألسر، جاستريك ألسر، مالتي لينفوما بنسبه قليله. يبقى هي انفلاميشن، الانفلاميشن دي يا اما تعمل هايبر اسيدي تعمل جاسترايتس او اب تو ألسريشن، او اتروفيك جاسترايتس تعمل ادينوكارسينوما، او انتيجينيك ستيميوليشن تعمل لي المالت لينفوما في الاستوم. لقوا ان معظم الديودينال ألسر اللي بتحصل لازم العيان ده يكون عنده هيليكوباكتر بايلوراي، وكذلك الجاستريك ألسر معظمها. بس هنا في حاجه غريبه، ايه هي؟ قال لك ان الجاستريك ألسر دي احنا لو قسنا البريفلنس بتاع البيبتيك ألسر وورلد وايد، هنلاقي ان في اماكن فيها بيبتيك ألسر نسبه عاليه قوي، وفي اماكن ما فيهاش بيبتيك ألسر نسبه عاليه قوي. لما جم يقارنوها لقوا ان مثلا في امريكا الجنوبيه نسبة كبيرة قوي من البوبيليشن اللي هي في منطقة الأرجنتين والبرازيل عندهم هيليكوباكتر بايلوراي، ولكن الانسيدنس بتاع البيبتيك ألسر قليل جدا، وكذلك في الكانسر استومك. يعني احنا عندنا ربنا حمانا من الجاستريك استومك دي، من الجاستريك تيومر، الانسيدنس بتاعنا في بلدنا وفي ليبيا وفي السودان نسبة قليلة جدا، بينما الهيليكوباكتر عندنا وفي عندنا وفي ليبيا نسبه عاليه جدا. فالكلام مش ماشي مع بعضه. قال لك ما يمكن مش كل هيليكوباكتر تعمل جاستريك ألسر، ولا كل هيليكوباكتر تعمل جاستريك مالجنسي. فالكلام رايح جاي، ما فيش اثبات ان ده
100% عامل ده، ولكن الانسيدنس دلوقتي بتقول ان ده يؤدي الى ده. الانسيدنس اوف بيبتيك ألسر في العيانين اللي عندهم هيليكوباكتر بايلوري اب تو 100% او 99% من العيانين اللي عندهم عندهم ديودينال ألسر عندهم هيليكوباكتر بايلوري. في انذر مانيفيستيشن او اسوشيشن مع الاي بي الاي تي بي اللي هو الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، الايرن ديفيشنسي. دلوقتي بتوع دكاتره الهيماتولوجي جاست بيلاقوا ده، بيقيس الهيليكوباكتر او بينفستيجيت فور هيليكوباكتر وبيبعت لنا العيان فور تريتمنت اوف هيليكوباكتر بايلوري قبل ما يبتدي يعالج او مع علاج الايرن ديفيشنسي والاميون ثرومبوسايتوبين. في لاك اوف داتا في الاسوشيشن مع الرينوتس فينومينا، سكليروديرما، ايديوباثيك ارتيكاريا، الاكني، الميجرين، جيان باري، كل الحاجات دي في علاقه شبه مؤكده مع الهيليكوباكتر بايلوراي. برضه في ستادي طبعا اتعملت من زمان وما زالت بتتعمل على الاسكيميك هارت ديزيز والستروك وعلاقتها بالهيليكوباكتر بايلوراي. دكتور محمد نجيب قال لنا محاضره تاريخيه المره اللي فاتت عن الهيليكوباكتر وعلاقتها سوري عن الديسبيبسيا المره اللي فاتت. فاحنا هناخد بس جاست رؤوس الاقلام بتاع الكلام بتاعه ونقول هل الهيليكوباكتر ليه علاقه بالديسبيبسيا ولا ملهاش؟ لو عيان عنده ديسبيبسيا نعمل له تيست اوف هيليكوباكتر ولا ما نعملوش؟ نفتكر الدكتور محمد نجيب كان قال لنا المره اللي فاتت الديسبيبسيا ما هي الا ايبيجاستريك بين اكتر من 1 مانث اسوشيتد مع فولنس، نوزيا، فوميتنج او هارت بير. قال لك الفانكشنال ديسبيبسيا ان هو العيان ده عنده لا اما شيء مؤلم جدا بوست برانديال فولنس او ايرلي ساتايتي او ايبيجاستريك بين اللي هي شيء يعني يكون بشده ايبيجاستريك بيرنينج، وعملنا منظار وطلع سليم ما فيهوش اي مشكله ساعتها بنسميها فانكشنال ديسبيبس. طب انا جالي عيان ديسبيبسيا دلوقتي هعمل له التيست بتاع الهيليكوباكتر وعالجه ولا ما فيش؟ قال لك والله على حسب الايج اوف ذا بيشنت. الدكتور محمد نجيب كان المره اللي فاتت قال لنا الايج 60، هو كان بيتكلم امريكان، انا بتكلم دلوقتي يوروبيان. اليوروبيان قالوا لو كان اقل من خمسه واكثر من 55 سنه او في الارمنج فيتشر يعني هيماتيمسيس، لوس اوف ويت، انيميا، اي اس ار عالي، ساعتها حتما ولازما ولابد ان انا اعمل له ابر اندوسكوبي. طب العيان صغير في السن اقل من 55 سنه مفيش الارمنج سيمتومز اعمل ايه؟ قال لك والله على حسب هو جاي لك منين. والله ولو جاي لك من بلد زي مصر زي الدول اللي هي فيها الانسيدنس اكتر من 20% ساعتها في الغالب هو عنده هيليكوباكتر، اتيست فور هيليكوباكتر اند تريت. طب ولو فين ادي له البي بي اي ترايل، ولو فين اعمل الابر اندوسكوبي. طب العيان ده لو جاي لك من حته من استراليا مثلا الانسيدنس فيها فيري رير، لا ادي له البي بي اي الاول، لو اتحسن خير وبركه، لو ما اتحسنش ابقى اعمل له الهيليكوباكتر، ولو ما اتحسنش اعمل له الابر جي ار. يبقى بالنسبه لنا احنا في مصر هنا اي عيان جاي فور ديسبيبسيا بس اعمل له الهيليكوباكتر بايلوري تيست، ولو بوزيتيف يو ماست تريت. طب ايه علاقه الهيليكوباكتر بالجيرد؟ والله العلاقه دي علاقه كانت مثار تساؤلات كتيره قوي. قال لك والله هو الهيليكوباكتر ده بيعمل ايه في الاستومك؟ قال لك والله ده بيعمل اتروفيك جاسترايتس، اتروفي للاستومك. طب وده يزود الاسيد ولا يقللها؟ قال لك مع الوقت بيقلل الاسيد. قال لك طب والجيرد؟ قال لك والله دي حاجه حلوه للجيرد، لان الجيرد مشكلتها كلها ان في اسيد زياده بيرجع للاسوفجس. قال لك طب ما حلو قوي، يبقى انا اللي عنده جيرد ما عالجلوش الهيليكوباكتر. ايه ده، هو يجي لك القلب يا راجل؟ قال لك والله هو ده الكلام. فهم برضو الكلام برضو كلام اخذ وعطاء. قال لك لا دام احنا مش عارفين مش هنفتي، لازم نعمل ايه؟ نعمل استادي ونمشي تابع الجايد لاينز. ايه الجايد لاينز بتقول ايه؟ قال لك والله الجيرد need not to test for helicobacter infection. يعني انت تسيب ده في حاله وده في حاله، الهيليكوباكتر عنده هيليكوباكتر ما تعملوش هيليكوباكتر بايلوري انفكشن تيست، ملوش لازم، عالج الجيرد as it is. حلو قوي. طب امال ايه علاقه الهيليكوباكتر بالجيرد؟ اخر كلام اتقال قال لك والله هم ما لهمش علاقه ببعض، لا ده بيزود ده ولا ده بيقلل ده ولا ليه علاقه في ده ولا بده، سيب كل واحد في حاله. Eradication of helicobacter not lead to increase incidence of development of GERD. والعكس بالعكس برضو، اللي انت eradication ما بيحسنش ولا بيسوى. طب انت رأيت العيان جاي لك عنده GERD وفي ايده الثانية ورقة تحليل helicobacter هو اللي عاملها من نفسه او حد بعته يعملها خطأ، والله if it's positive you must treat helicobacter.
تمام؟ يبقى if you found helicobacter you must treat it. طب انت تطلبها؟ لا. طيب بالمناسبة الجرد هنعمل له ايه؟ if a patient has a typical always empirical. If the patient has typical GERD you must start empirical PPI for 8 weeks. وما لو ما فيش response هنزود double الدوز ونو ريسبونس بالانفستيجيت. الكلام ده هنقوله ان ديتيلز المره الجايه ان شاء الله في محاضره كامله على الجيرد. طب ايه الانفستيجيشن اللي نعملها؟ قال لك والله الانفستيجيشن اول كلمه واهم كلمه والكورنر ستون في الكلام، انت هتعمل انفستيجيشن للعيان اللي انت ناوي تعالجه. يعني ايه؟ يعني عيان ما فيش حاجة اسمها تشيك اب فور هيليكوباكتر بايلوراي، واحد ماشي حلو وما عندوش مشاكل، تروح تقول له اعمل لي هيليكوباكتر بايلوري تيست، يطلع بوزيتيف يطلع نيجاتيف، ملوش قيمة ومن الخطأ اللي احنا نعمله. علشان كده الباكج اللي بتتعمل في المعامل، يقول لك اعمل لك باكج وازود عليها الجرثومة الحلزونية مجانا ولا بسعر مخفض، طبعا ده ميستيك كبير وبتزود المشكلة، انفليت المشكلة بشدة، لأن أنت بتعالج عيان بتدي له ريزيستنت، بتدي للاورجانيزم ريزيستنت للتريتمنت اللي بعد كده، وبتقلل احتماليه شفاء الهيليكوباكتر بايلوري على اللونج ران. فتست اونلي، دي اهم سلايد، انا رايي ان دي اهم سلايد في المحاضره كلها. التستنج اونلي للعيان اللي انت لازم تعالجه، لو عنده واحد عنده بيبتيك ألسر هنقول دلوقتي. مين اللي تعمل له لازما وحتما ولابد تعمل له الهيليكوباكتر تيستنج؟ واحد عنده اكتيف بيبتيك ألسر، عملت له ابر اندوسكوبي لقيت عنده جاستريك او ديودنال ألسر. واحد عنده تاريخ مرضي ان عنده كان قرحه وما اتعالجش من الهيليكوباكتر، اعمل له. واحد عنده جاستريك ليمفوما، المط ليمفوما طبعا. واحد عنده جاستريك ماس وتشال واثبت ان هي جاستريك مالجنس، طبعا لازم تعمل له التست. الحاجه الثانيه وده السواد الاعظم من الحالات اللي المفروض نعملها الانفستيجيتد ديسبيبتشيا، زي ما قلنا لو واحد جاي من مصر بلد فيها الانستنس اعلى من 20% برضه لازم تعمل له الهيليكوباكتر تيست، ودي اكتر الناس اللي بتجيلنا وبتبقى محتاجه الهيليكوباكتر تيست. حاجه ثانيه بقى كونتروفيرس، قال لك والله لو واحد عنده فانكشنال ديسبيبتشيا وجاي لك من استراليا، ساعتها فكر ان انت تدي له البي بي اي قبل ما تبتدي له او قبل ما تعمل له التيست. اللي ماشي على نان استيرويدال ده فراجايل ممكن يحصل له بيبتيك ألسر قوي، فما تزودلوش عامل اخر بانك يبقى عنده هيليكوباكتر كمان، قال لك لا طب ما تعمل له هيليكوباكتر قبل ما تدي له النان استيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. لواحد عندها ركبتها تعبانه، عنده كرونيك بينز في حته، لازم تعمل له الافضل تعمل له الهيليكوباكتر. او واحد عنده ان اكسبليند اير ديفيشنسي، عملت له ابر ولور وعملت له ما فيش من راجا ما فيش من وهكذا وهكذا، واعمل له ساعتها الهيليكوباكتر. الاي تي بي الفيرست ديجري ريلاتيف اوف جاستريك كانسر، واحد كان عندها جاستريك كانسر وابنها جاي لك، لا اعمل له. او واحد جاي من منطقه الانسيدنس اوف جاستريك كانسر جنوب شرق اسيا، جاي لك هاجر عندك، لا اعمل له برضه التيست ليكون عنده الايه؟ الهيليكوباكتر، ودي بتعلي الانسيدنس اوف جاستريك مالجنسي. طيب انواع التيست، والله احنا عندنا حاجات نان اندوسكوبيك وحاجات اندوسكوبيك. النان اندوسكوبيك دي يا اما تسحب عين الدم سيرولوجي، او تخلي العيان ينفخ لا مؤاخذه يوريا بريس تيست، او تعمل له ستول انتيجين تيست. الاندوسكوبيك تيست اللي انا باخد عينه وبحلل من جدار المعده. طبعا كل واحده لها ما لها وعليها ما عليها، مفيش حاجه زي الفل 100%. السيرولوجي قال لك والله هو سهولته ان انت بتاخد عين الدم، ما فيهوش اي حاجه بتتعمل، رخيص وسهل قوي يتعمل، ويقدر ينفي لك ان العيان ده عنده او جاله قبل كده هيليكوباكتر. طب ايه الديز ادفانتج؟ اللي هو ما يقدرش يحلف ان العيان ده عنده دلوقتي ولا ما عندوش، يعني العيان ده لو كان عنده من سنتين الانتي بودي ممكن تستمر معايا سنه واثنين وثلاثه وهي بوزيتيف والعيان اوريدي اتعالج، يبقى ده ما ينفعش، يبقى بوزيتيف بريدكتيف فاليو. مش معنى ان العيان ده بوزيتيف اللي هو عنده دلوقتي، لا ده معناه انه كان عنده في يوم من الايام، قد يكون عنده وقد يكون مش عنده. طبعا الانتي بودي دي ابتدت تتطور، عملوها في اليورين، عملوها في السلايفا، وابتدوا يبقى التيست مور سيمبل، ولكن برضه نفس المشكله اللي هو ما بيقدرش يحلف لك ان العيان ده دلوقتي حالا عنده هيليكوباكتر ولا لا، هو بيدل انه كان عنده في وقت من الاوقات. اليوريا بريس تيست واحده من الجولد تيست، جولدن تيست للهيليكوباكتر، هو حلو قوي
ان هو بوزيتيف بريدكتيف ونيجاتيف بريدكتيف، يعني لو هو ما عندوش، لو طلع نيجاتيف يبقى اللي عنده 100% ما عندوش، ولو بوزيتيف يبقى 100% تقريبا ايه عنده. مشكلته ان العيان ده لازم يتحضر قبليها باسبوعين ان ما ياخدش بي بي اي ولا ياخد انتي بايوتيك، وطبعا الاكس اكسبنسيف مش سهل مش رخيص. انا بدي العيان يوريا فيها كربون راديو اكتيف، وبعد كده بقيس الكربون دايوكسيد اللي خارج في النفس هل في راديو اكتيف ولا لا، ده معناه ان في حاجه كسرت اليوريا لامونيا، وهو ما فيش حاجه بتعمل ده الا الهيليكوباكتر في الاستوك. الستول انتيجين ده من الموست سيمبل تيست، هو برضو بوست بريدكتيف فاليو عالي جدا ونيجاتيف بريدكتيف فاليو عالي جدا، ولكن مشكلته برضو ان العيان لازم يبقى متحضر موقف البي بي اي والانتي بايوتيك فور 2 ويكس على الاقل. الرابيد يورييز ده باخد عينه اللي هو الكلو تيست، باخد عينه من الاستومك وبحطها على الايجنت، ولو اتغير لونها بيبقى كده بوزيتيف، لو ما اتغيرش يبقى نيجاتيف. ده اكيوريت وزي الفل، بس برضو مشكلته اللي هو بيبقى محتاج اندوسكوبي، والعيان لو ماشي على بي بي اي او انتي بايوتيك برضو بيبقى متاثر. ده شكل اليوريا بريست الرابيد يوريس تيست او كلو تيست. الحاجات اللي فاتت دي مشكلتها كلها اللي ما عدا السيرولوجي، الانتي بودي الانتي بايوتكس والبي بي اي والبيزماس بتاثر على النتيجه، ولو لاحظ عين اكتف بليدنج برضو ما بقدرش اخد عينه واشوف، لان برضو بتبقى فولس تيست. فلازم اوقف الانتي بايوتكس، البي بي اي حتى الاتش 2 بلوكر لازم اوقفها ممكن لمده 7 ايام فقط، ولكن لازم اوقفها. الحاجه الوحيده الامان الانتي اسيد، ممكن ادي انتي اسيد اللي هو السيرب او الساشيت لفتره لغايه قبل ما اعمل التحليل، ما بيأثرش على النتيجه. الهيستولوجي ميستو الجميله قوي اللي انا بشوف فيه اذر ليجن، اللي عنده جاسترايتس، طب عنده اي حاجه بريما ليجنانت ليجن فبقدر اعملها. مشكلته برضو اللي انا لازم اعمل منظار وابعت لباثولوجي لباثولوجيست، وبتبقى اكسبنسيف، وبرضو لازم اوقف الانتي بايوتيك. الكالتشر برضو نفس الميزات والعيوب اللي هي ريكواير اندوسكوبي وليس اكيوريت افتر تريتمنت. الميزه بتاعتها اللي انا ممكن اعمل انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست، اشوف ايه الانتي بايوتيك اللي سبيسيفيك للهيليكوباكتر اللي عند الراجل ده، فساعتها بتبقى دي الميزه اللي فيها. برضو البي سي ار نفس الحكايه، مشكلتها غاليه قوي ومش افيلابل في كل الاماكن. العلاج، طب ما لدام الموضوع موجود، طب ما اعمل 100 زي ما عملنا 100 مليون صحه، نعمل 100 مليون هيليكوباكتر بايلوري ونعالج كل الناس وخلاص. قال لك والله دي محتاجه دراسه، هل ده الماس اديكيشن ده صح ولا غلط؟ قال لك لا، الجايد لاينز بتقول لنا ان الماس اديكيشن للاسف هتكرييت اديشنال ريزيستنس وهتخلي العلاج صعب جدا بعد كده. فقال لك لا ما ينفعش، انت برضو نفس الفكره، هتعالج للعيان الانديكيتد اللي هو كان انديكيتد اصلا تعمل له التيست فور ديتكتنج هيليكوباكتر بايلوراي. العلاج بيحتوي على كورنر ستونز معينه اللي احنا يبقى فيها بي بي اي، فيها انتي بايوتكس، والانتي بايوتكس ده على الاقل يبقى 2 انتي بايوتكس، والفتره بندي العيان الانتي بايوتكس والبي بي اي على الاقل من 10 ل 14 يوم. مشكلة العيان ان هو بياخد دواء كمية كبيرة لوقت ريلاتيفلي طويل، بالنسبة للعيان ممكن يبقى الكومبلاينس بتاعه ضعيف ما يقدرش يكمل، او يبقى يظهر له اي انتي بايوتيك نوشيا فوميتنج، برضه ممكن يحصل له اليرجي، حاجات كتيرة قوي ممكن تحصل في الاسبوعين دول يخلي العيان يوقف التريتمنت. وطبعا المشكلة الكبيرة اللي احنا هنشرحها دلوقتي هي الانتي بايوتيك ريزيستنس، ان في اماكن من العالم الانتي بايوتكس اللي احنا هنقوله ده الريزيستنس بتاعه عاليه جدا في وسط البوبوليشن، فما اقدرش ابتديه لان هو في الغالب الانتي بايوتكس ده مش هيجيب نتيجه. نيجي للمشكله اللي كنا قلناها قبل كده، هو البي بي اي ده البي بي اي ده بيقلل الاسيديتي صح، والهيليكوباكتر عايزه تقلل الاسيديتي صح، طب انا ادي للعيان هيليكوباكتر اللي هو عايز يقلل الاسيد ادي له انتي اسيد؟ قال لك دي حاجه غريبه جدا. قال لك والله الكورنر ستون هو البي بي اي، يا عم ازاي؟ قال لك والله هو الانكريز ده سترينج طبعا،
ايه الهيليكوباكتر بتحب النيوترو النيوترالو فيل. يعني ايه نيوترالو فيل؟ هي بتحب الميديا النيوترال، ولكن فور ايراديكيشن انا لازم اخلي الميديا بتاعتها افيلابل عشان تريبليكيت، لان الانتي بايوتيك هيشتغل على الهيليكوباكتر اثناء الريبليكيشن، لان ده هيخلي فيه انكريز ذا افشنسي اوف antibiotic which is depend on growth and replication of the helicobacter. يبقى البي بي اي بيعمل ثلاث حاجات، قد تكون حاجات صعبه شويه اللي الواحد يدركها بالفهم كده، بس هي دي الحقيقه. قال لك والله البي بي اي بيدايركت ليه دايركت انتي مايكروبيال افكت، ماشي مش مشكله دي. قال لك المهمه بقى ان البي بي اي بيريز الانتي مايكروبيال افكت اوف كومبايند انتيبايوتيك سبيشال كلاريثرومايسين والاموكساسيلين، لان دول بيشتغلوا على الهيليكوباكتر اثناء الديفيجن او اثناء الجروث بتاعها. فلو انا ما وفرتلهاش الميديا بتاعه الجروث الاول بالبي بي اي مش هقدر اجيب الافكت الكامل او المرجو من الانتيبايوتكس. البي بي اي بيعمل حاجه ثانيه، بيكونسنتريت الانتيبايوتيك في الاستومك، بيقلل الجاستريك جوس فبيزود الكونسنتريشن اوف بي بي اي اوف انتيبايوتيك في الاستومك، فبيحسن لي الافكت بتاع الانتيبيوتيك. يبقى هو بيعمل دايركت انتي مايكروبيال، بيخلي بيدي فرصه للهيليكوباكتر اللي هي جرو اند ديفايد فيأتاكت ديورينج الجروث اند ديفيجن. واخر حاجه اللي هو بيكونسنتريت الانتيبيوتيك. طبعا مجموعات الانتيبيوتكس والبي بي اي حضراتكم عارفينها اكتر مني، الكلاريثرو، لاموكساسيلين، الميترونيدازول، تيميدازول وهكذا وهكذا، والبي بي اي كل المجموعه على راسهم الاوميبرازول والانواع اللي جدت بعد كده. حبوا يعملوا بقى كومباينيشن، بقى كل حاجه يعني كومباينيشن يتراي اند ايرو تراي، لغايه ما وصلوا لافضل كومباينيشن. ابتدوا اول حاجه كانت البي بي اي وكلاريثرومايسين والاموكساسيلين، والعيان اللي كان عنده اموكساسيلين الرجي للبنسلين بيدوا بداله الميترونيدازول. للاسف الميترونيدازول ده في مصر كل واحد ماشي في الشارع عنده في الغالب ريزيستنت، الهيليكوباكتر بتاعتنا دلوقتي بقت ريزيستنت 100% للمترونيدازول، فالمترونيدازول بقى اوت اوف ايه اوف ايكويشن بالنسبه لنا في مصر هنا للاسف، لان احنا اسأنا استخدامه استخدامات كتيره، فبقى الناس كلها عندها ريزيستنت من الهيليكوباكتر للمترونيدازول. يبقى التريبل ثيرابي كلاريثرو اموكساسيلين بروتون بام، البروتون بام بالفول دوز 40 مرتين. الاماكن الاخرى اللي المترونيدازول لسه مش ريزيستنت للهيلكو او الهيلكو اكتر مش ريزيستنت للمترونيدازول يو كان يوز ات. الريزيستنت دي مشكله كبيره، لان انا دلوقتي ابتديت اغير الفيرست لاين تريتمنت من الكلاسيك تريتمنت هو الكلاريثرو وال الاموكساسيلين لانذر تايب اوف انتيبايوتيك. يعني مثلا في اليابان الكلاريثرومايسين الريزيستنت بتاعه 30% من جنرال بوبوليشن، في تشاينا 50% من الناس عندهم ريزيستنت للكلاريثرومايسين اجينست الهيليكوباكتر، فابتدى يغيروا الريجيمين بتاعهم. وكذلك احنا في مصر هنا برضه مفيش استادي اتعملت 100%، ولكن اللي احنا بنشوفه في العيادات ان في كتير بعد يعني بعد فتره، كان زمان الكلاريثرومايسين بيجيب نتائج افضل من دلوقتي، افضل من دلوقتي بكتير جدا. الحاجات المضيئه في الموضوع ان الاموكساسيلين والتتراسايكلين الحمد لله ريزيستنت فيهم تقريبا مفيش، يعني بيجيب نتيجه 100% الاموكساسيلين والتتراسايكلين ريزيستنت اب تو جاست 2%. ده في اليوروبيان كانتري، في دول فيها 40% ريزيستنت للكاريثرومايسين وبتتراوح من 5% ل 40%. قال لك طيب هو انا اعمل ايه؟ قال لك والله انت غير الكلاريثرومايسين لا اما تتراسايكلين لليفوفلوكساسين لاموكسافلوكساسين لريفو بيوتين بيزد تريتمنت، يعني نشيل الكلاريثرو ونحط مكانهم واحد من دول. قال لك طب انت نعمل ده؟ قال لك والله على حسب الاريا اللي انت فيها، لو الاريا لو كلاريثرومايسين ريزيستنت بلاد الكلاريثرومايسين لسه بعافيته وشغال استخدم الكلاريثرومايسين، لو في هاي كلاريثرومايسين يو ماست تشينج تو اذر ريجيمين. زي الايكويشن دي او زي الجراف ده يقول لك والله لو هاي بريفلنس تشينج تو انذر لاين اوف ثيرابي. اللاين اوف ثيرابي اللي بعده اللي هو الليفوفلوكساسين، الليفوفلوكساسين سبستيتوت كلاريثرومايسين، وده برضو ابتدينا نستخدمه فتره طويله، اللي هو الليفوفلوكساسين بدل الكلاريثرومايسين مع الاموكسا
سيلين. فبناخد الليفوفلوكساسين مع الاموكساسيلين مع البي بي اي برضه لنفس الفتره، ليفوفلوكساسين 500 ميلي جرام وانس ديلي فور 2 ويكس، من 10 تو 2 دايز تو 2 ويكس. في كوادريبل ثيرابي اللي انا جمعت البي بي اي مع بيزمس سبسلسليت مع المترونيدازول مع التتراسايكلين، ده في حاله الفيلير اوف كلاسيك تريتمنت اللي هم الاثنين الاولانيين. مشكلته عدد الادويه الكتيره، انا دلوقتي بوصل اللي انا بدي العيان 14 قرص في اليوم، طبعا ده حاجه هيرويك بالنسبه لكتير من الناس، لان بدي في جزء من الادويه بديها اربع مرات في اليوم زي التتراسايكلين ومع البي بي اي والمترونيدازول والبيزمث، فبدي كميه كبيره من الدواء. في سيكوينشال ثيرابي، الكونكوميتنت ثيرابي اللي انا بدي كله مع بعضه، كلاريسلو مع اموكساسيلين مع مترونيدازول مع بي بي اي، طبعا برضو المشكله عدد الادويه. بدي الاربع ادويه دول مع بعض لمده اسبوعين. في سيكوينشال اللي انا ببتدي بي بي اي اموكساسيلين زي ما اكني بمهد للعلاج ببي بي اي واموكساسيلين اللي هو ملوش ريزيستنت، وبعد كده اخش بالبي بي اي مع الكلاريسرو مع المترونيدازول. جربوا حاجات ثانيه زي الريفابيوتين برضو بنفس السيكونس بدل الكلاريثرومايسين. في ستادي اتعملت في ايطالي قال لك والله احنا ممكن نستخدم انتي بايوتيك ثاني زي الموكسيفلوكساسين بدل الكلاريثرومايسين، واحط برضو معاه المترونيدازول او الاموكساسيلين مع البي بي اي. في ثانيه، في ستادي ثانيه شالت المترونيدازول وحطت النيدازوكسانايد بدل المترونيدازول، ولقيت ان ده برضو افضل من الكلاسيك ريجيمين. في ستادي اتعملت في الازهر عندنا هنا في مصر، هم قال لك طب والله الادام ده نفع لوحده وده نفع لوحده، طب ما جمع الثلاثه مع بعض، الموكسيفلوكساسين مع الاوميبرازول مع النيتازوكسانايد الثلاثه مع بعض واشوف ايه الايفكت بتاعهم، لقوا الايفكت بتاعهم افضل من التراديشنال تريبل ثيرابي. المهم احنا بنقول ان هو الانتي بايوتيك ريزيستنس دي مشكله كبيره جدا، واحنا جزء منها لان احنا بندي للعيانين كتير مش انديكيتد الهيليكوباكتر، اللي واحد عنده مثلا ريتابل باول وقال لك يمكن دي هيليكوباكتر، يا عم ايه دخلي ده في ده، ويتلاقيه عامل الهيليكوباكتر تيست وطلع بوزيتيف، فبتضطر تدي له العلاج، فده بيبقى مشكله كبيره، لان اصلا العيان ده المفروض ما كانش يعمل التيست، علشان لو عمله هيبقى احنا زي ما بنقول 85% 80% من الجنرال بوبيليشن عندهم، لو احنا عالجنا كل ده وكل واحد عنده هيليكوباكتر هيحصل انتي بايوتيك ريزيستنس، فهيفقد الانتي بايوتيك الدور بتاعه. مشاكل فيلير تريتمنت زي ما قلنا انتي مايكروبيال ريزيستنت دي اهم حاجه واخطر حاجه. الانسفيشنت بي اتش نيوترلايزيشن لان ما بديش بي بي اي كميه كفايه، انا المفروض ادي 40 ميلي جرام مرتين. ابتدوا يعملوا انتي بي بي اي جديده او انواع جديده من البي بي اي بتقلل الاسيديتي مور ذان ذات، ولقوا الايفكت بتاعها افضل كتير من البي بي اي اللي موجوده دلوقتي. لاك اوف كومبلاينس، العيان زي ما قلنا اسبوعين ماشي على ادويه كميه كبيره فهيزهق، هيجي له الرجي، هيجي له ابدومينال بين، فهيوقف الدواء، دي مشكله كبيره مع العلاج. عشان كده كل ما قل عدد الادويه كل ما حسن النتائج، تحسنت النتائج. زي ما قلنا السايد افكت هو ده اساس المشاكل اللي احنا بنشوفها من التريتمنت اوف هيليكوباكتر. ايه التيك هوم مسج؟ احنا ببساطه بنقول هيليكوباكتر ريليتد تو جاستريك ديزيز، مي بي سام اكسترا جاستريك ديزيز زي الاي تي بي، الالرجي، الارتكاريا. الانفستيجيشن وهي دي الجولدن رول اللي احنا بنقولها، انفستيجيشن اونلي وين يو بريبير تو تريت. لو العيان مش هتعالجه او شايف ان هو مش محتاج علاج او انت مش شاكك ان المشكله دي نتيجه الهيليكوباكتر، ما تعملش انفستيجيشن من الاول. السليكشن اوف انفستيجيشن از ارت اند نوليدج، يو ماست. واحد يونج ايج ما ينفعش تعمل له اليوريا بريست تيست، واحده بريجننت ما تنفعش اليوريا بريست تيست. التريتمنت از ليميتد وبليز يوز ات بروبابلي. ثانك يو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.